ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله المولى العظيم. وقال نبينا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي وسنة الأنبياء من قبلي، فمن رغب في سنتي فهو مني ومن رغب عن